after Usain Bolt won the 200-meter world championship, the cameraman lost في بطولة الجري ل 200 متر فقد المصور السيطرة ودهس المتسابق الذي فوجئ بالصدمة والتي تلتها اعتذار المصور وأسف. After getting ejected from the basketball game, John Collins, عند خروج لاعب الباسكت جون كولينز وهو يحيي الجماهير لم ينتبه للولد المسكين الواقف بجانب الباب حيث صفعوا على وجهه وخرج دون أن يعلم.